قنوات الكأس. كابتن يونس أحمد في برنامج تكتيك خاصة في حراسة المرمى. أدي الانطلاقة من جديد جدو، ضاغط فريق أم صلال، هدف أول عملوها خلصوها، وأم صلال في المرمى سجلوها. أم صلال، نعود للأم المثالية وذكريات 12 سنة مضت عندما فازت في ثلاث مراحل على حساب الريان. فاكرين فاكرين الزمن الجميل، لم تفز أم صلال على الريان من 9 سنوات. آخر انتصار كان في الجولة 25 في موسم 2009، لم يكن هناك تسلل. 1-0 أم صلال، هدف هدف مهم جدا جدا جدا، تخدع الجميع. وعادل أرحيلي بالراس ثم في القائم ثم تحتضن الشباك. يا جماله يا جماله، سجبه هو اللي عملها له، ثم جاءت الجميلة من خلال جده وضربة رأس عادل أرحيلي اللي نازل من السماء مش طالع من الأرض، تصطدم في القائم وتستقر داخل الشباك.